أليس لنا خلاص يا موسى من بطش فرعون؟ ألا نستطيع أن نخرج من مصر؟ كيف نخرج من مصر يا موسى وقد شدد فرعون الخناق علينا؟ إننا نهلك يا موسى، إن بني إسرائيل يهلكون الواحد وراء الآخر من أعمال السخرة التي يفرضها علينا فرعون. ألم يحن الوقت بعد كي نستريح من ظلم فرعون؟ إننا نريد الخروج من مصر. افعل شيئا يا موسى. وكان موسى يشد من أزرهم ويطلب منهم الصبر على البلاء، لأن آخر الصبر هو الفرج، وإن مع العسر يسرا. كل عام وأنت بخير يا مولاي. لقد حان وقت الاحتفال السنوي بعيد تجلي مين إله الخصوبة. كل عام وأنت بخير. إذا فلنذهب غدا إلى معبد الإله مين ونحتفل بالعيد في حضرته. إن العبيد اليوم كادوا يتقاتلون على نبات الخص في شرائه. إنهم عبيد خرفون يشترون نبات الخص كي يحتفلوا غدا بالإله مين. فهم يعرفون جيدا أن الإله مين يحب نبات الخص. إنها شعائر وثنية تغضب الله. متى يؤمن هؤلاء العبيد بالله؟ إنهم يشكون لموسى من كفر فرعون وهم يساعدونه على ذلك. موسى، يا له من مسكين، إنهم يثقلونه بمطالبهم الكثيرة التي لا تنتهي. فليقوه الله عليهم، إنهم عبيد متعبون. ألن تحضري معنا لاحتفال هذا العام كذلك؟ فرعون عزيزي، أنت تعلم أنني متعبة منذ البارحة. نعم متعبة، كل عام قبل موعد الاحتفال بالإله مين تتعبين. وهل لي دخل بهذا؟ سأبعث لك بكبير الكهان كي يعطيك دواء كي تشفي. إن الكاهن لن يستطيع أن يفعل شيئا معي. كما تشائين. الحمد لله. Thank you.
وعندما يعتلي الملك العرش فإن سنبلة قمح كانت تقطع للإله، وتنطلق أربعة طيور ترمز إلى أولاد حورس الأربعة، تنطلق إلى الأركان الأربعة للمعمورة حاملة معها الخصب والنماء. أدركني، أدركني يا موسى من بطش هذا المصري، أدركني. فوكزه موسى فقضى عليه، فبهت موسى لهذا الأمر وحزن حزنا شديدا، فقد كان يريد فض الاشتباك وليس قتل المصري. لقد قتلته يا موسى من أجلي، لقد استحق جزاءه. وقال موسى لنفسه: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم رفع موسى رأسه إلى السماء وقال: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأقسم على هذا. لقد اندهش موسى لما حدث أشد الاندهاش، فقد كان هدفه تخليص الإسرائيلي من قبضة المصري ليس إلا. وبعد هذا الحادث أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب الأخبار، ومات يسأل نفسه: هل اكتشفت الحادثة؟ وهل عرفوا أنه هو من قتل المصري؟ ماذا؟ وجدتم مصريا مقتولا؟ ومن الذي قتله؟ لا نعلم حتى الآن، وإنني أظن أن من قتله من عبيد بني إسرائيل، وقد قتله ونحن نحتفل بالإله مين، فلم يرى أحد الحادثة. يجب أن تعرف من الذي قتله وتقتص منه أشد القصاص، حتى يكون عبرة لمن يفكر أن يقتل مصريا. لن يهدأ لي بال حتى أعرف من قتله. إن فرعون فقط هو من يأمر بالقتل ومن يعطي الحق.